السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة مع درس جديد، معانا كيسة دل قديمة خالص دي، أنا هناخد المروحة بتاعتها. شايفين المروحة؟ جات لي فكرة إن أنا أحولها وأعملها بلور. طبعا المروحة هي دي، طبعا هنحتاج شاحن 12 فولت. طبعا هنا مكتوب ان المروحة دي قوتها دي سي 12 فولت على 1.3 امبير. طبعا حددنا شاحن، فولت على 2 امبير. طبعا الشواحن دي متوفره في محلات الادوات الكهربائيه، لانها بيستخدموها في الكاميرات، بيستخدم برضك في بعض الشاشات. ودي طبعا ازازه بلاستيك، وهنبدا نتعامل معاها ان شاء الله. هنجيب المروحه، هنقطع السلك السوكت بتاع المروحه. طبعا احنا بنستخدم هنا الاسود الارضي والاحمر ده هو الكهرباء. هنلغي السلك البيضه دي. نوصل السلك ونقطع الشاحن، لأن دي ملهاش لازمة معانا. هنسيب الشاحن. لازم نتأكد، أنا عامل اللون الأزرق ده مع الأحمر، تمام؟ فأنا ده الأحمر هنا هي الكهرباء، ما ينفعش تركب معكوس. وصل الارضي مع الارضي. تمام كده خلصنا كده، التوصيلة بتاعتنا خلصت، وهنجرب البلاور ونشوف فعاليته ولا لا. فعال بس
طبعا ما خلصنا البلور.